السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عبد العزيز حسن. النهاردة بنتعلم إزاي نعدل على الإعدادات بتاعة المواقع بتاعتنا على طول، هنعرف إزاي نعمل الكلام ده. الموضوع بسيط جدا 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 يا جماعة. أول حاجة هنروح هنا على الفور اتش بتاعتنا، هنيجي قبلها نعملها فور. طبعا قدامي حل إن أعمل فور من حلين، يا إما أعمل فور معايا دي، يا إما أعملها عن طريق ال HTML بتاعتي اللي إحنا أدرجناها في أول حصة. هنعمل فورم عادي خالص، أكشن، هنقول هنا الـ URL هيساوي admin panel slash نقول هنا site setting المفروض هتبقى post. اوكي، بعد كده نحط بعد ال for each قفلة ال for. طبعا ما ننساش نعمل الزرار بتاع submit input، هيبقى كل في حاجة اسمها submit name وزرار name submit type submit. طبعا لازم يكون name submit، وهنعرف ليه name submit دلوقتي لازم. اوكي، هنقول ان ال value نقول هنا الموقع. اوكي، ممكن نديله بقى كلاس btn. ممكن نشوف بس هنا الزراير بتاعت الادمن بانل، هروح على element UI، هروح على buttons، ناخد اي نوع زرار، ناخد الزرار ده كده في أيقونة، ناخد كده كابي، ناخد بس الكلاس بتاعه. طبعا عشان هو أيقونة يا إما نعمل الزرار ده بوتوم من نوع بوتوم بالشكل ده، ناخد الفاليو دي كات نحطها هنا، نقفل البوتوم بتاعنا. بالشكل ده بقى كده نجيب ال الأيقونة بتاعتنا، كوبين ومرميينها في البوتوم بتاعنا. اوكي، هنشوف الشكل بقى دي. تمام، حفظ الاعداد. اوكي، ما اعتقد المناسبة. تمام، طيب لو دوست طبعا هيديني ان في غلط في الروت، لان احنا لازم نروح نضيف الروت بتاعنا. هنروح الروت، هناخد نفس الكلام ده كده كوبي ومرمين هنا بيست، بس هنخليه بدل جيت هنخليها بوست، وهنخليه بدل ما يروح على فانكشن اسمها اندكس هيروح على فانكشن اسمها ستور. اوكي، نرجع للفورم بتاعنا تاني. طبعا ما ننساش، طبعا اساسي طالما انا عامل الفورم بالطريقه دي بالطريقه المانيوال دي، لازم ولا بد اضيف الفيلد بتاع التوكن. هضيفه ازاي؟ في فانكشن هو عاملينها اسمها سي اس ار اف فيلد، هو بيضيف لك التوكن لحاجه. طيب لو انا عملت ريفرش دلوقتي هلاقي في فيلد بتاع توكن موجود جوه الفورم بتاعي من غير ما انا اوجع دماغي بيه. ازرار ريفرش اهي، انسبكت المنت، هلاقي اول حقل عندي التوكن طبعا ادي، وبيبقى طبعا هدا. اوكي، طيب انا عايز بقى اجيب دلوقتي القيم كلها اللي موجوده في كل الحقول دي، عايز اجيبها. هجيبها ازاي؟ بكل بساطه تعال نروح على كنترولر الاول لو بتاع سايت سيتنج، نبدا نعمل فانكشن اسمها ستور. تمام، هناخد اول حاجه ريكوست، نحطه في متغير اسمه ريكوست، وهنعمل هنا بعد كده سايت سيتنج اللي هو الموديول اسمه سايت سيتنج، هناخد منه اوبجكت نعمله انجكت جوه الداله بتاعتي. تمام كده، اقول هنا فور ايتش، لاحظوا معايا هنا، هنقول هنا request as req. طبعا هو ال request دي هنا بيرجع لي object، انا عايزه يبقى array، فاقول هنا to array عشان اقدر اجيب القيم بتاعته. تعالوا نقول هنا echo اتبع لي ال req بتاعك، بعد كده احط لي br بس هنا عشان نفس الـ
بين كل واحدة والتانية. تعال ندوس حفظ الأعداد دلوقتي. طب بس أتأكد من حاجة، هل أنا عامل الميثود بوست ولا لأ في الفورم بتاعي؟ الفورم أهو، الميثود بوست تمام. ايه هنعمل حفظ، في هنا مشكلة برضو في الروت. ايه تعال نروح نشوف ليه. ان سيتنج هتروح بوست، هل انت اللينك صح؟ ادمن بدل دي عشان صح، ادمن بدل دي غلط تمام، عشان كده بيقول لي غلط هنا. طبعا نحط هنا اول حاجة سلاش كده ان شاء الله تبقى مظبوطه. نرجع نعمل ريفرش، بص حفظ الاعداد هتلاقيه بيجيب لي كل القيم بتاعت الفورمز اللي موجوده جوه الايه، جوه الصفحه. لاحظ ان هي هنا جايب معايا قيمه التوكن، انا مش عايزه يجيب قيمه التوكن طبعا، انا عايزه يجيب كل القيم ما عدا قيمه التوكن تمام. طيب ولو انت عامل زرار نوع انبوت، يعني لو كنا خلينا الزرار ده نوع انبوت مش بوتوم، كان هيجيب لك النيم سبميت تمام. طيب انا عايزه يجيب لي كل القيم ما عدا قيمة التوكن، هنعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي اقول له هنا array expect عذرا، يعني هات لي الاري كلها دي ما عدا التوكن. فهنا لو عملت ريفرش هيجيب لي كله ما عدا قيمة التوكن تمام؟ هيجيب لي فقط كل اللي انا كاتبه فيه الكلام ده، انا كتبت هنا وكتبت هنا وكتبت هنا وكتبت هنا وكتبت هنا، هوب هتلاقي كل جاب لي كل الكلام ده بس ما عدا التوكن. الكلام ده جميل جدا جدا جدا، يبقى انا جبت كل القيم بتاعتي تمام. لو عايز ان انا هنا احط هنا قيمه الكي بتاعتي، هلاقي مديني هنا اسماء الحقول بتاعتي، يعني نحط هنا الكي دوت مثلا، هنا نحط اي حاجه تميز بينهم بس، نعمل ريفرش. فلان الحقل اسمه سايت نيم، ده القيمه بتاعته، وادي الحقل بتاع الموبايل، ادي القيمه بتاعته، والفيسبوك ادي القيمه بتاعته، والتويتر ادي القيمه بتاعته، واليوتيوب كل حقل والقيمه بتاعته تمام. انا مش عايز اكتر من كده. هبدا اعمل سيلكت، اقول له هنا ان السايت سيتنج ابديت هيساوي اعمل لي دوهات لي من الجدول او من الموديول اسمه سايت سيتنج وير، يعني لما يكون الحقل اللي هو اسمه سايت سيتنج ده، عذرا الحقل اسمه ايه، النيم سيتنج، اعمل لي سيلكت عن طريقه. طبعا انا عندي اسماء الحقول متسجله في الكي. اوكي اوكي جيت، وبعد كده اقول له هنا السايت سيتنج ابديت بقى في املالي الحقل اللي اسمه فاليو بالقيمه اللي جايالي من عن طريق الريك، وفي الاخر هقول له سيف كبير. وبعد كده بعد ما اخلص هقول هنا ايه return redirect back، طبعا هنا with flash message تعديل على الاعدادات بنجاح. اوكي تعال نجرب، هنعمل هنا continue. هقول لك هنا ايه الميثود اللي اسمها fill not exist ليه. تعال نشوف، تعال نقبل في السؤال الاول. طبعا هنا لازم نختار الاري او اللي اسمها صفر، اللي هي بترجع بيه الاري، احنا عايزين العنصر اللي هو رقم صفر. تعالى نعمل ريفرش تاني، هيقول لك في مشكله هنا ايه، انون كولوم اللي اسمه ابديتد، ابديتد اد. طبعا هنا احنا نسينا، هنا غلطنا، نروح على structure هلاقي الفيلد اللي اسمه updated add المفروض اسمه updated، في دي نقصة هنا فهو نتذكره، عشان كده نخير نخليه updated add ونقول له save. تعالى نرجع نعمل refresh دلوقتي، فوت كل الحقول هيبقى فيها قيم undefined offset 0
ماشي رجع في اوبجكت عادي تمام. ليه بقى الفيل not found it؟ ثواني بقى كده في ال value كذا بسيف سايد سيتنج اب. طيب تعال نرجع تاني نعمل ريفرش بس. تعال عندنا دي مثلا نخليها اي حاجة، خليه وصف الموقع سيف برضه. ايه المشكلة دي بقى؟ ان شاء الله setting name where key is a get. طيب انا هشوفها ونكمل الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.